مرحبا بكم مرة أخرى في الدوزيام بارتي من لعبة عندك إكسترا. شفتوا الأجواء الحلوة اللي كانت في كارفور ماركت المنار سيتي، لعبوا 10 يو، فما دي كونديدا، فما اللي ربح 200 دينار اللي هما من إهداء كارفور ماركت، واللي ربح 100 دينار من إهداء سيكام. شيف لم يهوني جيني هالبلاتو باش نشوفوا دبارتها اليوم وكيفاش باش تعاون النساء التوانسة في الدبارة الخفيفة واللي فيسع فيسع الطيب وبأقل التكاليف كيف العادة. عسلامة نورس، عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم. كما العادة اليوم باش نعملوا منو سهل ورابيد، وفي حاجتين اللي هما دو برودوي نتاع مليحة اللي باش يسهلوا علينا المنو هذا كل. باش نعملوا كومونتخي بوليت فارسي وفرماج باني، باش نقليوهم هذا باش يكون لونتخي، وبالبلا برانسيبال باش نعملوا مقرونة صوص روج بالبوليت. الديسير نتاعنا اخترنا باش نعملوا نستعملوا لي شوت نتاع الكيك ومعاهم الكريمة باتيسيير، وباش نعملوا بهم دي دام في الفور كيك ديلين. بالطبيعة بالطبيعة كيك ديلين. حطينا ديجا الماء يسخن باش نصمتوا المقرونة، والزيت زيت كيف كيف قاعد يسخن باش نقليو فيه البوليت. دونك باش نحضروا الصوص باش ناخذوا طوماط كونكاسي بالثوم فوحة، حطينا شوية زيت، وباش نحطوا شوية طماطم شطر ابوبخي شطر الحكة، وبالطبيعة باش نحطوا الفحات نتاعنا اللي هما الملح والفلفل الأكحل والكركم. وشوية فلفل زينة، اي فلفل أكحل وتابي بيان سو. ديكو هو تغلي الصوص باش نحطو البوليت. هذايا بالنسبة للبلا برانسيبال. وتوا باش نرجعو للديسير، باش ناخذو الفورمة سيليكون نغطيها، اي غطيها، وباش ناخذو ورقات الملصوقة اللي هي فوي سبيسيال نتاع الملصوقة. وهوني انا ذوبت شويه زبده باش ناخذ البانسو ونعمل زبده ديليس. بالطبيعه بالطبيعه اي ذوبتها شويه باش ندهنوا بها الفورمه سيليكون باش ما تلصقناش الملصوقه. باش ناخذ الورقه ماذا بينا تكون دوبله، باش نحطو هكا في وسط السيليكون. راهو احنا اخترنا اليوم دوم، نجمو نعملو اي فورمه نتاع سيليكون مش شرطه. شفت تحب نحط لك ال خلي يسكت يسخن الزيت يسخن بالقدا باش فيسع فيسع يطيبوا لك وما ياخذوا لكش برشا وقت. حطوا المقرونه سخن الماء، كان سخن حط، ما تحطش برشا. المهم عملنا غارنيتور، شنو اخترت انت؟ خذينا ماليتا يظهر لي. قديش تقعد هذه يا تيب؟ ما تقعدش برشا. ربع الباكو اي هكاك. الزيت نورمالمون سخنة؟ اي باش نحطو البوليت. تحب نحط بالكعبه؟ اي بيان سور، تبالك تتحرق برك ترميهم شرميين هكا. كان لاحظت شي نورس عملناهم دوبل شويه، معناها مش ورقه واحده. ولفيتهم؟ ولفيتهم سكرت عليهم وبعد زدت دهنتها. انت باش تدخلهم للفور؟ باش ندخلهم للفور. هذه جوست كالعاده حكيت ان كاردور، ديك تحس البات طابت احمرت سي نخرجهم. حطيت شويه هكا من الكيك معناها شيحه ما فيهاش كريمه باش نسكروا بها، باش كي تلصق فيها الورقه ما تتبلش. فهمت؟ اي فهمت. من بعد ما ننزلوا عليها بالقدا باش الورقه تتسكر، نعملوا لها الزبد جوست باش نحطوا شويه زبده. لكن لاحظتوا راهي البات هذه نعاود نوضح، راهي ماهيش ملصوقه عادي، راهي بات فيلو، هذيك علاش تتفتفت، لكن ما تخافوش منها، راهي ترجع عن بعد في الفور بعد الزبده تذوب عليها ترجع وما فيها حتى بروبليم، وتتشوفوها الكعبه كيفاش تجي مزيانه. باش ناخذ البلاتو هذه غليت، نحط لك عبر الاخرين. حطي وتوا باش نحطوها في الفور. هذه
شايف نظف البلاصه نتاعك كيف العاده. نقولوا ماكسينات اللي هو البرودوي اللي ينظف ويعقم ويطهر البلاصه اللي تخدم فيها في نفس الوقت. بوزنا واللي هو انتي بكتيريا باهي برشا. باش نشوف فين البلاط. حركت المقرونة أنا حركتها. إيه عملت واحدة للزيت واحدة للمقرونة واحدة طب تزيد تفوحها بالثومة. هاي البرشة باش تعطينا أنت نورس حكة مشماش سيكام سيكام أبريكو باش نزينوا بها الديسير متاعنا. هذا سيكام أبريكو وانا باش ندريسي لونتري. خلط لك الفلفل فيزا فيزا تيبو الكعبر هذوما. اي الكعبر ما ياخذوش برشا وقت. لو طون اللي تحضر المقرونه يكون لا حاضر ترجع. وانا يلزمني نحضر كاستي بحذايا باش ما ننساش. تشوف لنا نورس الديسير حضر ولا مازال شويه. باهي منزلت البات ما تبدلش لونها. وكل الناس اللي تتفرج فينا يعرفوا اللي مؤسسات الهادي بن عياد هي الاولى في البلاد اليوم يحضروا معانا بالفريجيدير نتاعهم والفور. وكان تحبوا تشوفوا جديدهم عليكم كان تمشيو للشوروم نتاعهم. تحبوا تبدلوا الالكتروميناجي في داركم مازلتوا تجهزوا على ابواب عرس دونك تلقاو تفاصيل الكل في المغازات نتاعهم. نورس المقرونه حضرت نصفيوها. باهي تجيب الصوص على المقرونه تخلط غاديكا. اي حتى هي حضرت نورمالمون حضرت البلا اليوم خفيف وفيسع فيسع طيبناه ما تعبناش فيه دونك نحط التاي نتاعي. اي هاكا ريحتها فيوحه وبنينه. نعملو كويستي بالسكر والكلوفي. اليوم اخترت باش نعملو كيوفي. انا باش نحضر شويه المعجون ونخرج لي دوم نتاعي ونحطو شويه هوني مغرفه معجون. اي نور ساعتيني شوية مي من بحذاك. نبي شوية بركة شوية بركة نور سينا هني باش نشوف الفوق. اي يظهر لي الدسير سي حاضر استي حاضر. الناس اللي يسألوا على كيوفي وين يتباع راهو يتباع في مغازات كارفور وكارفور ماركت. كيستي حاضر عليك كان تحضر بين 15 و 20 سكوند. تلقى تي بنين منعنع حاضر. هذا كان كنت اليوم نهاير صعيب متاع الصيام وكنت هكا محشش تو يفرهدك بالكدا بالكدا. الديسير نتاعنا باش نحطو حاطين عليه شوية معجون مشماش سيكام. سيكام بيان سور. هاكا كل مرة نوعو مرة نختارو الفخيز مرة مشماش مرة جبة. اي سورتو بالنسبة للمعجون القامل كلها بنينة ياسر معناها تنجم تتصرف فيها كو سوسوا تخليها كونسونتخي وإلا كيما احنا اليوم زدناها شوية ماء. أوليو باش نعملو أن سيغو خفيف ناخذوا شوية معجون. معجون بالطبيعة أبن وخير. أبن وأنفع وخير وحاجة نجمو
زيدنا البلوس في الديسير نتاعنا بيان سور. يعطيك صحة شيف، المنيو نتاعك فيسع فيسع حضر، وكيف العادة فيه برشا مكونات غذائية مهمة لازمها تكون حاضرة على طاولة الصايم. باهي، أكل بتيت ريكاب نتاعك للناس اللي يتفرجوا. أي أو جوست باش نعمل مسحة صغيرة للبلان دو تخاوي ماكسينات ونعملوا ريكاب. خذينا البوليت نتاع مليحة الباني فوغي أو فروماج باني، قليناهم عملناهم أونتخي، وخذينا البوليت المفوحين نتاع مليحة ومعها المقرونة مليتة نتاع ليبيدور. بيان سور ما نستغناوش على السيكام كونكاسي ألاي، والديسير عملنا كيك ديلين معاها شوية كريمة، وعملنا سو فورم دو دوم بالبات فيلو، وحطينا كالتوش فينال شوية معجون مشمش ومعها رشا فيكيا. بيان سور العباد اللي تفوتهم لي غوسيت نتاعنا بالطبيعة ينجموا يرجعوا يلقاوهم على الباج فيسبوك ويتفرجوا إلى حتى على اليوتيوب برنامج لعبة عندك إكسترا شيف. أنت وين نجموا نلقاوك ونلقاو لي زاستيس نتاعك؟ أنا بدي زادة تلقاوني على الباج تخاتير لو بيروكي بوغ لي ديريكت إن شاء الله أفيك دي غوسيت غابيد وفاسيل. وبالنسبة للإنستغرام إيجالمون تلقاو كل شيء موجود غادي، واللي يحب يكونتاكتينا باغ تيليفون سي 97 34 57 55. ما ننساوش نقولوا السنتر فيمينا بيوتي يعطيهم الصحة أنا وياك على الشعر واللونغلوري والمكياج. إن شاء الله تكون حصتنا اليوم عجبتكم. وصلنا لنهاية برنامج لعبة عندك إكسترا في البرومييغ بارتي والدوزيام بارتي. نتقابل معكم غدوة في حصة جديدة. شهية طيبة وباي باي. سيكام تقولها لك قوتنا في هريستنا. ليبيدور هي الأصل. مؤسسة الهدي بن عياد هي الأولى في البلاد.